أعزائي متابعي بوابة دار المعارف، بس مباشر من محافظة المنوفية بالتحديد قرية شمة مركز أشمو، من منزل المستضيفين للسيدة قرينة الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي. احنا دلوقتي هنعرف تفاصيل الزيارة. تعرف بحضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناء بكر محمد حماد، كنت في قافلة حياة كريمة، سن 36. كنت في قافلة حياة كريمة بكشف على عينيا. دلوقتي هتحكي لنا عن تفاصيل رحلة الزيارة من أول ما رحتي لحد ما كنت في قافلة الحياة الكريمة عشان للكشف اللي هو في عيادة الرمد. الدكتورة اللي كانت بتكشف عليا قالت لي في زيارة خاصة هنا، فقلت لها يعني في حد جاي؟ قالت لي أيوة، حرم سيادة الرئيس. فعلا مرت على عيادات وناديت عليها في وسط الناس، والحرس قال لي استني ثانية واحدة. وقفت وبعدين قلت لهم سيبوها تتفضل، تعالي اتفضلي اتكلمي، عايزة ايه يا حبيبتي؟ ادعي حضرتك تشربي معانا كوباية شاي في بيتنا المتواضع. قالت لي حاضر، طب اموري مالكيش اوامر تانية؟ قلت لا، ليه بس؟ انا حضرتك تشرفينا في بيتنا وتشربي معانا كوباية شاي. كان ايه ردك؟ قالت من عينيا حاضر، اللي انت عايزاه يكون، انا كده كده جايه لك، طالما لبيتي دعوتي هجيلك. طيب كنت متوقعه ايه بعد ما؟ لا لا، ما كنتش متوقعه ان هي تيجي. انا كنت بكلمها وانا خايفه من الناس اللي كانوا حواليها، بس فعلا انسانه كويسه، لان ما سابتنيش ومشيت، لا ندهت عليا من وسطهم وقالت لي اتفضلي، وكل ذوق وكل ادب واحترام. فعلا يعني انا ما كنتش متوقعه منها كده. وجيت هنا على البيت، حتى زوجي كان موجود، بقول له انا قابلت حرم سيادة الرئيس في قلب المكان ودعيتها تيجي عندنا. قال لي هتيجي فين؟ مش ممكن تيجي هنا. وبعد شويه لقيت حد بيقول في عندكم زياره هنا. طلع جوزي بره، لقى، قال لي، بص له بيقول له مين؟ قال له حرم سيادة الرئيس. اهلا وسهلا اتفضلي. ودخلت عندنا البيت وعملت لها كوبايه الشاي، طبعا شرفتني بزيارتها. شرفتنا بالزياره عندنا هنا في البيت، شربت معانا الشاي وسالت بنات على اعمارهم وتعليم. عندي 3 بنات وولد واحد. 3 بنات وولد واحد. طب سنهم ايه؟ بسمة في تانية دبلون ومخطوبة، وسلمى في أولى دبلون ومعاها، وندى 10 سنين في 4 ابتدائي، ومصطفى في أولى حضانة. السيدة انتصار سلمت عليهم؟ أيوة سلمت عليهم وسألتهم على أعمارهم وسنهم وفي مدرسة ولا لأ، في تعليم ولا لأ. حاسين ايه لما السيدة انتصار؟ والله هو احساس تاني، يعني انت بتكلم يعني في بيتك حرم سيادة الرئيس، يعني احنا فين وهم فين؟ فعلا حاجة غير متوقعة. احنا عارفين عن سيادة الرئيس التواضع والبساطة والطيبة، فعلا هي دي سيدة مصر الأولى وهو ده الرئيس، وربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ويحميهم ويحميهم لمصر ويخليهم لنا. كان ايه تفاصيل الزيارة بقى لما قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت عندكم هنا البيت؟ هي دخلت وقعدت وشربت معانا الشاي، وكلمتها انا وجوزي على الحالة المادية اللي احنا فيها، و طلبتنا ان احنا يبقى لنا بيت ملكنا بدل الايجار، بقالنا كتير متبهدلين وعندي بنات عايزه تتجهز ومش عارفه اعمل لهم حاجه. جوزي ايوه عامل في التربيه والتعليم، لكن كل ده مش عامل معاهم حاجه. طيب تمام. طب ايه كان رد قرينه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هي بصراحه ربنا اتفضلت علينا بكل احترام، حاضر من عينيا، كل طلباتكم اوامر، اللي انتوا هتطلبوه هيتنفذ حالا. قعدت قد ايه سيدة انتصار؟ 10 دقايق. 10 دقايق؟ 10 دقايق بقى متوقعين ايه فيهم؟ أم 10 دقايق من أحلام أي واحد يفكر إن السيد الرئيس أو حرم سيادة الرئيس تكون عنده في بيته. ده شرف وتقدير، وربنا يديم علينا سيادة الرئيس ويخليه لنا وحرم سيادة الرئيس. ناس فعلا هم دول يتقال أخ وأخت أو أب أو إنسان في الأول وفي الآخر. ربنا يجازيه على قد ما بيعمل،
والتطوير اللي بيعملوه هنا في بلدنا واللي عملوه عندنا، هو بيبين عظمته وكرمه وروحه العظيم. انت كنت بتكشفي في عياده ايه؟ في عياده الرمد. كنت رايحه عم اكشف على عينيا، وبعد كده الدكتوره قالت لي لو عايزه تكشفي على حاجه تانية اي مكان عايزه تخشيه. طبعا انا ليا اشعه رنين بقالي سنه ما مش عارفه اعملها، عشان من بره غاليه. قالوا لي هنا ممكن هنعملها لك وببلاش، هتيجي جامعه شبين ونعملها لك هنا. لا عيادة تانية في العظام، انما عينيا قالوا لي شبكة العين ضعيفة وعايزة قياس نظر عشان النضارة. لا لا بصراحة ربنا الدكاترة كانوا معايا، وكان في دكتورة مشيت معايا من العظام للرمد وطلعتني من البوابة. وبعد كده كشفت رمد، وهم قالوا لي الاشعه تيجي شبين واحنا نعمل لك اللي انت عايزاه. حتى النضاره برضو قالوا لي تعالي شبين هنعملها لك وهتمشي بالنضاره وهنظبط لك الدنيا كلها لما تيجي. طلعت معايا دكتوره لحد البوابه، طلعتني لحد بره، وما قابلت حرم سياده الرئيس ده وضع تاني. انا ما كنتش عارفه امشي على الارض، امشي ولا اجري ولا اطير ولا. طيب لما جيت هنا لجوزك انت ايه اللي جابك هنا لجوزك؟ ما هنا جيت من القافلة على هنا، خدت علاجي وجيت على هنا. خدت العلاج وجيت على هنا؟ قال لك ايه طيب؟ هو ما كانش مصدق، بيقول لي اسكتي روح عالم فلاحة يعني، لا ما مش هتيجي، ده جاية تفتتح المشاريع اللي معمولة هنا ومش هتيجي. بعد شوية لقينا في واحد فضل علينا هنا وقال عندكم زيارة. بنبص من على الباب لقينا جنبها داخله من بره والوحدها، مش عايزه اقول لك يعني ان هي حواليها ناس كتير ولا كده، لا اللي جه بعد ما هي دخلت المكان ودخلت الشارع ودخلت علينا البيت. في حد جالكم من الاول؟ لا سيادتها على طول. سيادتها على طول اي، بس انا جبت ترابيزه من عند جارتي لان حضرتك شايفه المكان وشايفه البيت، يعني الحاله ما تسمحش ان هي تقعد، وعملنا لها المكان ودخلت قعدت وتفضلت علينا بكوبايه الشاي. هو المكان دلوقتي هي جت قعدت هنا بس كنا جايبين لها، جبت لها حاجه عاليه قعدت عليها علشان ما ينفعش ان هي تقعد على الارض، وترابيزه من عند جارتي. بصراحه ربنا جيراني اتعاملوا معايا، بس بصراحه ربنا يعني انا ما كنتش متوقعه ان هي تيجي. السيده كرمت الرئيس عبد الفتاح السيسي جت بعد قد ايه بعد ما انت مثلا؟ 10 دقايق. بعدها على طول يعني؟ بعدها على طول. ما غابتش كتير، انا لسه كنا بنتكلم واولادي يقولوا مش هتيجي، كانوا جايين لسه من المدارس. ما هم كانوا موجودين. ما هم كانوا موجودين هنا. بصوا لي وقعدوا لا مش هتيجي انت، قلت لهم لا باذن الله. شويه وبقى كله بيلف مش عارفين بصراحه نعمل ايه. حاجة غير طبيعية وحاجة غير عادية، وهي شرفتنا وشرفت بلدنا وشرفت المنوفية بحالها بوصولها هنا. طب انتوا طلبتوا منها؟ طلبنا منها مسكن لنا يكون بتاعنا بدل الايجار. ايه طيب؟ البيت ده ايجار. لا ايجار. ايجار صاحبة البيت مدياهولنا. بصراحة ربنا ست كويسة، لما لقتنا متبهدلين في الشارع وكده اجرتهن. يعني البيت ده اجور؟ لا ايوه اجور. بقالنا كتير قاعدين هنا. طيب انت كنت في العياده، فايه نتيجه الكشف طيب او التحاليل انت عملتيها او ايه؟ لا انا ما عملتش تحاليل، انا كشفت على عينيا. كشفت بس؟ وطلبوا مني ان انا اروح شبين عشان الاشاعه. عشان الاشاعه؟ اشاعه على العين واشاعه على الظهر. ايوه الدكاتره هناك لفوا معايا وقالوا لي هتيجي الشبين ومديني روشتة معايا ان انا اروح بيها جامعه شبين اعمل اللي انا عايزاه هناك. ايوه. طب انت شايفه ايه هنا الحياه كريمه شامه داخله في مدرسه الرئيس تمام؟ انت شايفه ايه الانجازات اللي هي موجوده؟ المدارس وعمليه الميه والمستشفى، لان المستشفى ديت اهم مكان عندنا. المستشفى ما بيبقاش فيها دكاتره ولا تخصصات، بتتطور رخرة وبيتعمل لها تخصصات.
والمدارس والمراكز. بصراحة الشغل جامد، والغاز والصرف الصحي. بتحبي ايه؟ توجهي ايه للسيده كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما بقى بيتكم هنا اصبح حديث القاهره؟ والله انا بصراحه لو فتحت التليفون بتاعك وشفتي كده او فتحتيها هتشوفي ان القاهره حضرتك. انا بقول لك انا عن نفسي انا ما معيش تليفون، انا حبيت بس ان انا اتشرف بمعرفتها، حتى ان انا اشوفها في النادي، وفعلا وقفت معايا وكلمتني، وانا بشكرها جدا على تشريفها ليا بيتي المتواضع. كان اول رد فعل للسيده قناة الرئيس عبد الفتاح السيسي ايه اول ما انت قلتي للحرس مثلا عاوزه اتكلم مع السيده؟ لا، هي قالت لهم خلوها تيجي تتكلم، محدش يحوشها، اتفضلي يا حبيبتي تعالي. يعني تحس ان انت بتتكلمي مع اختك، تعالي يا حبيبتي ديت اختك صاحبتك. انما حرم سياده الرئيس، يعني حضرتك احنا بنشوفهم في التلفزيون بنبقى فخورين، فتخيلي بقى لما نشوفهم قدامنا وفي قلب بيتنا. لو يقول لك بيتك قديم ومتواضع وانت عالم فلاحه وتقبل تشرب في بيتك كمان كوبايه شاي. لا لا، انا بقول لها شكرا جدا جدا لتشريفك لنا منزلنا المتواضع، واهتمامك بينا وتلبيتك للدعوه اللي احنا دعيناها لك. وانا بقول يا رب يا رب ويستجيب مني دايما، لان دايما بندعو لسياده الرئيس ان ربنا يرفع من شانه كمان وكمان، ويبعد عنه اعدائنا بره وجوه، وينصره على من يعاديه، ويخلي لنا الرئيس وحرم الرئيس ويبارك لنا فيهم. تحبي توجهي ايه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده سياده الرئيس دوت اب وأخ وإنسان عظيم جدا، ربنا يبارك لنا فيه. طب والشعب بقى؟ لا، الشعب مصر كله بيحب الرئيس، وباللي عملته حرم سيادة الرئيس امبارح وتشريفها بيتي دون، المنوفية بحالها بتحكي بيه.